طيب من ضمن برضو الحاجات يعني اللي بتتقال، في عيان بيجي لك مثلا، هو جاي وهو عامل الفحوصات ومظبط نفسه، وانا جميل هروح لدكتور عمرو شتا علشان هو احسن واحد بيعمل الفيمتو ليزك، حلو ويخش يقول لك انا عايز اعمل فيمتو ليزك، فانت تبص في الفحوصات كده تروح قايل له ايه، والله يا فندم حضرتك ما ينفعلكش الفيمتو ليزك، انت ينفع لك زرع عدسات. فيحول لي بقى. عارف الخضه اللي بتظهر عليه كده، كانك رميت له قنبله في حجره. عارف اه فاهم، وزبيبه الصلاه طارت. ايوه. الناس لما بتقول لهم زراعه الكلمه دي لوحدها بتخوفهم، بتخض ده بجد، مع انه ما يعرفش ان عمليه زراعه العدسات بتبقى نسبه السيفتي مارجن او الامان فيها اعلى. صح تمام، وهي عمليه بسيطه جدا، اعتمادها بس ان انت تستخدم التولز وتركز في الفحوصات عشان تبقى كل حاجه كويسه فالمريض يعمل. بالظبط. اوكي، لكن هي من ناحيه عمليه اسهل، ومن ناحيه الريزلت كويسه جدا جدا جدا. طبعا تمام، بس فكره بقى ايه الكونسيرن، اللي هو انا سمعت هسه بيقولوا ان زراعه العدسات دي هتعمل لي ميه بيضه، هترفع لي ضغط العين. ما هي لو اتحطيت العسل مش مناسبه او في عين مش مناسبه هي تعمل لك مشكله. ده فعلا ده حقيقي، زي ما اي عمليه جراحيه لو ما اتعملتش بطريقه بطريقة مناسبه مظبوطة. صح هتعمل لك مشكله. صح. فعارف احنا عندنا في مصر المصطلح دارج اللي هو بيقولوا كذا، بس انا سمعت ايوه ام محمد ابنها لما جاري عمل عمل مش عارف ايه. انت ساعات نفس العيان عينه دي ينفع لها حاجه وعينه التانيه ينفع لها ده حاجه. فعلا ايوه انا بعمل كده مش فعلا، مش جاره يعني، ما هو بقاش نفسه. مقتنع حتى ايوه يعني. والله العظيم يعني، بس هو المريض عندي ساعات بيوصل لمرحله انا اول ما اقلع النضاره واحطها عندي على المكتب يعرف كده انا خلاص بقى يعني ايه بقى يعني، لخص معايا بقى عشان ايوه. انا تعبت معاك دلوقتي، انا بقالي ساعه بحاول افهمك كل حاجه، بيقولوا شرحت لك المنهج فعلا. بيقولوا زي عندك بالظبط مثلا، انت ممكن الناس عندها كونسبت بقى، بس هو بدا يتغير صراحه، اللي هو ميه بيضه يعني راجل كبير او واحده كبيره، لكن اقول لهم ابنك الصغير عنده ميه بيضه، بيتخضوا جدا. فكره بقى ان انت ابنك صغير وجات له ميه بيضه، هو عارف اللي يعني انت ايه اللي بتقول ده دكتور، انا جاي دكتور عيون عشان تقول لي حاجه زي ميه كده. بيضاء. اذا هو يعني هو متعود انه مامته عملت ميه، الاب يعني او الام، مامتها اللي هي الجده بقى عملت عمليه الميه البيضاء، او الجده عمل عمليه الميه البيضاء، فازاي طفل بيجي له ميه بيضاء؟ دي حاجه بتيجي للكبار. لا طبعا، هي الميه البيضاء بتيجي للاطفال انت اكيد عارف، بتيجي للاطفال باشكال كتيره جدا. صح، يعني في ميه بيضاء خلقيه، هو الولد بيتولد عنده الميه البيضاء فعلا. عنده الميه البيضاء بالظبط. وعلى فكره في انواع من الميه البيضاء الخلقيه بتظهر في السونار الفايف دي اللي بيعمله دكاتره النساء، يعني بتبقى من قبل الولاده، الطفل عنده الميه البيضاء من قبل الولاده. بيبقى عارف بيها ده فعلا. صح، او ساعات يتولد من غير ميه بيضاء وتجيله بعد كده ميه بيضاء نتيجه التهاب قزحي، بتبقى ميه بيضاء عند الطفل، التهاب قزحي، خبطه، ميتابوليك ديزيز اللي هو امراض التمثيل الغذائي، الحاجات دي كلها ممكن تعمل ميه بيضاء في الاطفال. ده انا ضحك بقى، انا جالي بيشنت جاي بابنه عشان عنده ميه بيضه، فانت تمام. عارف احنا ساعات بنشتغل عمليه او انتوا كبيدياتريك اوف سالمولوجي بتشتغلوا عمليه، طيب. فهو كل مشكلته انت هتبوظ لي عين الواد. ايوه ليه؟ هتشيل العدسه اللي ربنا خلقه بيه يا باشا، العدسه دي فيها مشكله معتمه بالظبط. حضرتك، العدسه دي فيها مشكله بتاثر على دخول العين اصلا، دخول الضوء للعين. صح. لا لا انا مش هينفع شيء. طب حطي لي العدسه زي العدسه دي. ايوه احط لك، اجيبها لك منين؟ ايوه. يعني احنا دخلنا بقى في احطها طريقه فين؟ تانية خالص بقى. طب ما ينفعش ناخد عدسه من عين نحطها زي زراعه الكرانيه؟ عارف دخلنا بقى في حته تانية خالص، الطب اصلا لسه ما وصلهاش ايوه. تاخد عدسه بني ادم تحطها في عدسه بني ادم، اللي هي مش تحصل اصلا في مفيش امان. حاجه زي كده طبعا. صح. لا، فالموضوع فعلا زي ما انت بتقول كده، الناس ساعات بتستغرب قوي فكره ان ولد صغير او طفل لسه مولود او بيبي ويجي له ميه بيضه. العكس، ده هي الميه البيضاء ما بتجيش للشباب، هي يعني بتيجي للصغيرين قوي، هي يعني بتيجي للكبار كبر جدا قوي. يعني، كبار قوي. صح، ده فعلا هو ممكن نستفيد يا صديقي.